ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأحزاب الموجودة في البلد ما هي إلا أحزاب عملاء للغرب، عملاء لأعداء الإسلام من خارج السودان عشان يدمروا الدين في قلوبكم. أما نحن بإذن الله وإن شاء الله والله ما نخليهم، والله ما نخليهم. دي محاضرة بورسودان، ماشيين طوالي باقي الولايات وباقي القرى، وأي فهم نحن جاسين معه فيهم الأحزاب دي. ودي رسالة للمسلمين، الأحزاب بتاعت قوى الحرية والتغيير، ونحن ما تابعين لحزب ولا لجماعة، ولا بهمنا نرجع حاكم ولا ما حاكم ولا محكوم ولا ما محكوم. نحن بهمنا إنه ندافع عن ديننا، وأي زول وقف قدام ديننا ده نحن والله بالحجة نقوم غبارك فوق وتحت ما يلقوك، يا ملحد يا خواف يا كذاب يا دجال. الحرب الآن ضد الإسلام، ضد دين محمد صلى الله عليه وسلم. خلاصة الموضوع وخلاصة المحاضرة دي وخلاصة التعب والسفر والكلام الكثير، إنك تعرف إنه نزل أعداء لله. ودينك جانا به والنبي عليه الصلاة والسلام، يا صوفي أفهم ويا كود ويا غيره ها أفهم الكلام ده، لا فيه حجاب، لا فيه تميمة، لا فيه ودعة، لا فيه قبة، لا فيه ضريح، ده كله دين شرك ودين كفر، والله والإسلام منه براء. عشان كده والله نصيحتنا لأي مسلم، نحن لا تابعين لحزب لا جماعة لا أنصار سنة لا كيزان لا صوفية لا شيوعيين لا جمهوريين، ما منتمين لأي حزب. نحن دارين الناس يعبدوا الله ويتبعوا راجل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان الأمة تجتمع لبتين الأمة تتفرق. فالناس اللي قصدهم يدمروا دينكم يا أخواننا، ونحن ما قعدنا نخاف، والله الذي لا إله غيره نضحك فيك البلد دي كله والعالم كله يا شيوعي يا ملحد. إحنا عندنا كتاب وسنة لا يغلبان أبدا، ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما تلقى ضيق من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مما قضيت بعد ذاك ويسلموا تسليما. الليلة في ناس بيقول لك نادينا وخلي الله، أدعونا وخلي الله، واتبرك بترابنا، وده كله شرك، وده اتجوعنا اتجوعنا والله. ما يحل مظاهرات ولا يحل حرق لساتك في الشوارع والطرقات، ولا بيحل هتافات ولا اعتصامات، البيحل حاجة بسيطة الله خلقكم من أجلها، توحدوا الله. كتب الله، الكتب ده الله ما بيتغير، والله ما بيتغير. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. أي زول حاد عن دعوة التوحيد خش سياسة وخش غير، والله مخذول، لأنه ترك أعظم وظيفة، وظيفة الأنبياء والرسل، الدعوة للتوحيد. فهي شريعة كاملة مهيمنة على ما سبقها، جاءت بمصالح الدين والدنيا، لا يحكم عاقل درس ما فيها بإنصاف، ولو لم يكن مسلما إلا حكم بأن ما جاء في القرآن كله حق وكله عدل وكله صدق وكله هداية وكله إصلاح. لكن يا أخواننا اللي بفهم الملاح ده شنو؟ القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ ليه الشيوخ ذاتهم العلماء بيخافوا ما بيقولوا الكلام ده؟ ما ده سؤال واحد تقول لي اتكلم عن التوحيد. قلت شنو بالله؟ قلت لك توحيد، توحيد، ودل من أجل ربنا رسل الرسل يا أخواننا كلهم والله ما جو إلا للتوحيد ده. ما هو الدين ده واضح، ما فيه قبة بتعبد، ما فيه قبر بيعبد يا أخواننا، ما فيه الشيخ بيتبركوا به، الذي يعبد هو الله. ده بزعل الناس بالله، ده كلامي زعل؟ كون زول يقول لك أعبد الله براو، لا قلنا هنا على أبو زول، لا شتمنا زول، لا طعنا في قبيل الزول. وحدوا الله يا أخواننا، اقتصادكم بيتصلح، وحدوا الله يا ناس، الدنيا بتاعتكم بتتصلح. والله لو وحدنا الله أنا وأنتم، الله يفتح لنا رزق في البلد دي،
محل ما نودي ما نعرف. القبليات والمشاكل والفتن الحاصة بين المسلمين، زول عشان يرجع لسلطة أو زول عشان يثبت في سلطة يقوم يدور الفتن والمشاكل بين المسلمين وتنتهك الأعراض وتسفك الدماء، عشان شنو؟ عشان هو يطلع في الكفر ويبقى مسؤول وهو يبقى المسيطر على البلد. عشان كده والله يا أخواننا ما نصح لله من لم يبين للشعب وللمسلمين حقيقة هذه الأحزاب. المخرج والله ما دار له مشاكل ولا دار له حريق في الشوارع ولا دار له كسير. المخرج أنا وإنتوا جميعا نرجع إلى التوحيد الصحيح والعقيدة في ربنا براو. ما تكون عقيدتنا في الله وفي ذو الميت، ما تكون عقيدتنا في الله وفي جاد الله، ما تكون عقيدتنا في الله وفي عبد الله، لا، عقيدتنا في الله براو. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.